كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. سولوا الأساتذة عايشين في الجحيم، خرجوا الإدارة وسولوا الأساتذة عايشين في الجحيم وما قدروش مساكن يديروا شي حاجة. مني كنجي كنقول له أستاذ راه هذا كيتشمكر، كيقول لي ماشي شغلك. كيتشمكروا وكيضربهم فوق كتافهم وكيقول لهم ايه سير ولدي حدا الطواليطات وكمل. قسما بالله ألين توصلنا برسالة من سيد المدير المؤسسة، مفادها أن كاين جهات تحرض على مقاطعة الدراسة بالمؤسسة. تم إخباري من طرف سيد المدير الإقليمي وكلفني باش نطلع نشوف المؤسسة شنو واقع فيها. فعلا أنا راه الصباح كنت هنايا، كيبان لي بعض التلامذة كيلتحقوا وبعض العناصر اللي قليلة اللي ربما كاين شي حد كيحركها، لأن حتى الخطاب حاولت نتقرب منهم ونسولهم شنو كاين. كاين واحد ثلاثة ولا أربعة كيعاودوا نفس الجمال، هذا يعني أن كاين شي حد ربما حتى محفظهم حقوق التلميذ، كيحيد لنا هذا، كيحيد لنا الكاسكيطة، كيحيد لنا كذا. حنا مباشرة غادي نصيفطوا لجنة إقليمية مفتشين ديالنا التربويين ومفتشين ديال التوجيه اللي غيلتحقوا بالمؤسسة ويفتحوا تحقيق مع جميع الأطراف اللي سبت في هذا الحدث ديال اليوم. هو فعلا تنامي نماذج الاحتجاجي بالمغرب وفي واحد المجموعة ديال المناطق بما فيهم المنطقة ديال أنزا، استفقنا فعلا صباحة اليوم على وقع يعني الفضيحة، أنه سمعنا بالآباء والتلامذ برؤسهم يعني بغاو يوصلوا صرخة ديال أنه انتشار المخدرات، انتشار كافة يعني أنواع الممنوعات في محيط المؤسسة التعليمية. هذا يستدعي فتح تحقيق من طرف يعني كل الأطراف المعنية، كذلك ردع هذه الظواهر هذه، لأنها هذه الظواهر لا يمكن أن نسمح أن تنتشر، لأنها تسيء إلى مستقبل النشأة التلاميذية، تسيء إلى مستقبل أبناء هذا الشعب. كذلك أن يستدعي كذلك أن تتحمل الجهات الأمنية مسؤوليتها كاملة في ردع هذه الظواهر والاستماع والتفاعل الإيجابي مع صرخات هؤلاء التلاميذ.